للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم، يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة. نتحاور مع الأبناء والآباء، مع الشباب والشيوخ، نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون خطوط حمراء ولا وصاية من أحد. حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع نور الدين فيما يشغل الأذهان وبال الإنسان. مما يشغل الأذهان قضية الأمور التي تتعلق بالغيب وتتعلق بالأذية وتتعلق بالحسد، تتعلق بالأعمال وبالسحر وبنحو هذا من ما تكلم عنه الأديان. كل الأديان وكل الوحي تكلم عن أن هناك مخلوقات غير مرئية لا نراها، منها مخلوقات طيبة ومنها مخلوقات شريرة. المخلوقات الطيبة منها الملائكة، والمخلوقات الشريرة منها الشياطين. وهناك جنس معين من المخلوقات التي تنتمي إليه الشياطين، وهو ما يسمى بالجن. الشيطان كان من وسط الجن، لكن الجن ليسوا جميعا أشرار، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني طرائق متعددة كثيرة. تجدي من الجن المؤمن، ونجد من الجن الكافر، ونجد من الجن المؤذي، ونجد من الجن الطيب. لكن الله سبحانه وتعالى كلف الجن بعبادته مثل ما كلف الملائكة بعبادته، ومثل ما كلف بني آدم بعبادته. الجن عندهم اختيار، يبقى ليس شأنهم شأن الملائكة. الملائكة لا اختيار لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا قال الله لهم اسجدوا ساجدوا، اركعوا ركعوا، اصمتوا صمتوا، اسكتوا سكتوا، صلوا يصلوا، لا يعصون الله ما أمرهم. أول ما يصدر الأمر فكأنه شيء ومخلوق لا يعرف سوى الطاعة، ليس عنده اختيار، ليس عنده اختيار أن يقول لنفسه بعد صدور الأمر أسجد أو لا أسجد. هذا شأن الإنسان وشأن الجن أيضا، الاختيار. لكن الملائكة
يجد نفسه غير قادر إلا أن يسجد. إذن هو لم يفعل معصية أبدا اللي هو الملائكة، فربنا سبحانه وتعالى يعني قدمهم وأعلى من شأنهم، ولكن جعل الطائع من المختارين أعلى منه، لدرجة أنه أمرهم أن يسجدوا لآدم. إذن نحن أمام ما نعرفه من الوحي ثلاثة: الملائكة ناس طيبين، والجن منهم ومنهم، والإنسان برضو منه ومنه. إنه يراكم هو وقبيله، قبيله يعني القبيلة اللي هو منتمي إليها اللي هم الجن، من حيث لا ترون. يبقى إذن أنا مش شايف الشيطان لكن هو شايفني، ومش شايف الجن لكن هو شايفني. هل يستطيع الإنسان أن يرى الجنة؟ اتفق علماء المسلمين على أن أحدا لا يستطيع أن يرى الجن على هيئته التي خلقه الله عليها. ما يجيش واحد أو واحدة وتقول على فكرة يا جماعة أنا هرسم لكم الجن. إزاي؟ قال ما أنا شفته من بارح، ده هو بقرون كده هو، ومطلع لسانه، لسانه طويل كده هو، و صح كده حاجة تضحك. طب انت شفتيه ازاي ولا شفته ازاي يا اخينا؟ فيقول ما انا شفته امبارح. يقول الامام الشافعي: ومن ادعى انه قد رأى الجن على خلقته التي خلقه الله عليها ردت شهادته أمام القاضي لأنه كذاب. أول ما حد يقول لنا كده قم نبلغ عنه حضرة القاضي، فحضرة القاضي يقول له بقول لك إيه، أنت بالشكل كده كذاب أو عندك خلل في دماغك، ولذلك أنا مش عايز أشوف وشك في المحكمة تاني تشهد على أي حاجة. ليه كده؟ قالوا أنا كذاب. اتفق المسلمون وأجمع علماؤهم على أن من ادعى أنه رأى الجن على خلقته فهو كذاب. أساس خلقتهم إيه؟ وأساس تكليفهم إيه؟ أنه يشتغل بالعبادة. يبقى إذن الجن بيشتغل بالعبادة. طيب جيت أنا عرفت طرق أشتغل عليها اسمها استجلاب الجن، استجلاب الجن، طرق كده أشتغل بيها بحيث إن أنا أتصل بيهم، ممكن أسمعه، ممكن أكلمه، ممكن يكلمني، لكن مش ممكن أشوفه على خلقتي. وبعدين قلت له أنا عايزك يا عم الجن، الله يخليك، مزنوق أنا ها في 100,000 جنيه خلاص، وعايزين نشتري عربية، فما تجيب لنا 100,000 جنيه. فيجي الجن رايح سارق 100,000 جنيه من أي حتة ويجيبهم كده. طيب الله، إيه ده؟ هو ده حلال ولا حرام؟ حرام. حرام. طب ليه حرام؟ حرام لأني أخرجت الجن من الخلقة بتاعته التي هي العبادة، فطوعني، يعني زي ما الشيطان بيوسوس لي أنا كده وسوست له، وهو زي ما أنا مساعات أنسى نفسي واتبع الشيطان، هو برضو نسي نفسه والعياذ بالله واتبع الـ 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 الأزية اللي أنا بعملها، فرحم طوعني. ربنا خلقنا وخلانا لا نراه حتى لا يشوش بعضنا على بعض،
فلو جه هو وتدخل في حياتي وطوعني يبقى آثم، ولو أنا طوعته أبقى آثم. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربنا قال على الصنف ده من البشر اللي يحط في دماغه إنه عايز يتصل بالجن ويفعل هذه الأمور فإنه يكون قد خرج عن حد الحلال وارتكب جريمة. ولو إن هذا الجن طوعني يبقى وقعته سودة، وقعته سودة. طب إن كان صالحا ما كانش طوعني. فيجي واحد يسأل يقول الاستعانة بالجن حلال ولا حرام؟ على طول أقول له حرام. يقول لي بس ده أنا بستعين بيه في حاجات كويسة. أقول له حرام. يقول لي ليه؟ أقول له لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. ربنا أمرنا بعدم الاتصال بيه، اتصلت بيه يبقى عملت حرام. ما قلناش بقى اتصلت بيه ليه. هل اتصلت بيه علشان اقول له تعالى ساعدني في بناء مسجد؟ لو جه وساعدني في بناء المسجد كان يبقى حرام عليه وحرام عليه. ليه؟ لان هو مش مكلف بكده. هو المكلف بايه؟ انه يعبد ربنا. فواحد قال لي الله، هي الحكاية دي بعد النبي ما أرسل ولا طول عمرها من أول ما ربنا خلق الكون؟ قلت له لا، ده بعد النبي ما أرسل. جاءت الديانة الإسلامية علشان تفصل فصلا تاما بين بني آدم وبين العفاريت والجن والحاجات دي. انت في حالك، صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. لكن ايام سيدنا سليمان سخر الله له الجن وكلفهم انهم يصنعون له ما يأمرهم به. يبقى اذن قبل سيدنا محمد وضع وبعد سيدنا محمد وضع تاني. عايزين نسمع اسئلة منكم برضو في هذا الشأن. تفضلي. الجن ممكن يموتني؟ انت ايه رأيك؟ لا يمكن طبعا يموتك، لانه ان كيد الشيطان كان ضعيف. تفضلي. هو الجن بيتكاثر زينا؟ هو الجن بيتكاثر زينا؟ ايوه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تكلم بان الشيطان افتتخذونه وذريته. اهو يبقى ليه ذريه، فهو بيتزاوج ويتكاثر. طيب تفضلي. هو الجن هيتحاسب زينا يوم القيامه؟ نعم هيتحاسب يوم القيامه. وربنا يقول لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. نعم. هو الجن بعد ما بيموت بيدفن فين؟ ما بيدفنش، ده بيتبخر. يعني جسمه لأنه من نار بيبقى شعلة ويتبخر فيه، فهو ملوش دفن. نعم. هو القرين نوع من أنواع الجن السفلي ولا الجن العلوي؟ هو موجود عشان يساعدنا ولا يأذينا؟ لا، أنت قسمتيها ليه جن علوي وجن سفلي؟ هو ربنا قسمها جن صالح وجن غير صالح. والقرين أساساً موجود علشان يعرض علي الخطأ. ولذلك قالوا حتى أنت يا رسول الله لك قرين؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. لما شاف سيدنا ما فيش غلطة وكله معصوم، نفس القرين أسلم. يبقى إذن ممكن
لهذا العاصي أن يسلم. تفضلي. هو أنا إزاي ممكن أحمي نفسي من الجن والحسد؟ خلق الله سبحانه وتعالى أيضا الحسد، والحسد طاقة سلبية تكون عند الإنسان وينظر متمنيا زوال النعمة ممن يرى، يحسد الحاجة والعياذ بالله طاقة الشر تطلع من عينيه تفلق الحجر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بالمعوذتين وبخواتيم سورة البقرة، طيري خواتيم سورة البقرة لا يقربك جن. نعم. هو ربنا خلق الكون ده كله، طب هو خلق ليه الدجالين وخلق الجن عشان يؤذونا؟ ربنا يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، لكن هو خلق الخير وخلق الشر علشان يختبرك، لأنه لو أنه خلق الخير فقط هيختبرك في إيه؟ يبقى كأنك دخلت الامتحان بالكتاب، أو كأنك يعني ما دخلتيش الامتحان أصلا. نعم. تفضلي. هو يجوز أن واحد ملبوس يصلي أو يصوم، وإيه هو الجن العاشق؟ الجن العاشق هذا خيال تصوره الناس لما واحدة تكون بتعاني من حاجة نفسية ويقولوا ده عليها جن عاشق، وهذا لا وجود له في ما نعرفه من الشريعة. طيب اتفضل قول. الجن ممكن ينفعنا ويضرنا؟ لا، الجن لو ساعدنا يبقى عمل حاجة حرام. اتفضل. هو ليه حرام ان هو يعني ليه ما ينفعش نزعق بالليل في الاراضي الزراعيه؟ لا، هو بيقولوا لك كده علشان ما تزعقش، لكن هو دي ملهاش دعوه بالحكايه دي. يلا قولي كده. هو ايه الصوره اللي احنا لازم نقراها لما احنا اللي هي تبعد عننا الحسد علشان الحسد؟ قل أعوذ برب الفلق. طيب اتفضل. أمال إيه الناس بيأذوا بعضهم بالحسد والسحر؟ طمعين، عندهم طمع. أيوة. إيه الفرق ما بين الجن والشيطان؟ الشيطان بعض من الجن، يعني الناس اللي في الجن اللي بيعصي ربنا فيبقى ده الشيطان. نعم. هو ازاي الجن قدر يعني ما نصليش؟ هو الجن ملوش دعوه بيك، هو الجن بيقول لك تيجي ما تصليش، انت اللي ما بتصليش مش الجن. فما تتحججش بالجن، الجن ملوش دعوه. الجن بيقول لك زي اي واحد صاحبك بيقول لك تيجي ما نصليش هنا. ايوه اتفضلي. هو الانسان عادي يحسد نفسه؟ وقالوا بالتجربة إنه عند عدم حمد الله وشكره يقول ما يحسد المال إلا أصحابه، يعني الإنسان ممكن يحسد نفسه إذا استكثر النعمة على نفسه ولم يشكر الله ويحمده، فلازم تملي كل ما تجينا نعمة نقول الحمد لله. تفضلي. هو إيه المثل الشيطاني؟ المس الشيطاني إن الشيطان يحاول أن يلقي إليك بالوسواس، آدي المس الشيطان. مس الشيطاني معناه إنه يجي رامي عندك حاجة ومن أنت تتلخبطي، اللخبطة بتاعتك دي كل الحلقة اللي احنا بنقول فيها بنقولك اوعي تتلخبطي، اوعي تتلخبطي لأنك أنت قوية وهو ضعيف. مش مجرد أنه عرض عليك الحاجة الغلط أنك أنت تسلمي نفسك ليه وتتبعيه. طب اتفضلي.
هو هل دلوقتي الحجابة والأحجار الكريمة والشيوخ والحاجات اللي احنا بنشوفها في الحياة اليومية، هل فعلا هي بتحمي من الحسد ولو حد عنده مشكلة بتعالجها، ولا ده مجرد خرافات الناس بتعتقدها؟ لا، هي الأحجار الكريمة وجدوا لها طاقة إيجابية أو سلبية، فلما الأحجار الكريمة بينعكس عليها ضوء القمر أو ضوء الشمس بتعمل حاجة زي الأمواج، والأمواج دي بتخلي الواحد كأنه مرتاح فيقولوا كده، لكن هي ملهاش دعوة بأنها بتصد الجن أو بتمنع الشياطين. الحجاب اللي هي بيبقى حاطين فيها حاجات معرفش بتتكون من ايه، بشوفها كتير قوي في الحياة اليومية، عشان كده قررت أسأل حضرتك عنها. التميمة إذا كانت من القرآن دي بيسموها التميمة، لو كانت من القرآن بتعمل أثر بأنه بتخوف شوية بعض هذه الطاقات السلبية من أنها تؤثر. شكرا. تفضل. إزاي أحمي نفسي من الشيطان مخلوش يقرب لي خالص؟ تقري كتير الثلاث صور الأخيرة في القرآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب اتفضلي. وإزاي أعرف أن أنا محسودة؟ أنت بتشعري بحاجة سلبية يعني عندك، اللي هي إيه؟ أعرف يعني إيه الحاجة اللي تخليني شكلك كده مش محسود ولا حاجة، إيه بقى اللي يخليكي عايزة تعرفي أن أنت محسودة ولا لأ؟ طب ما أنت مش محسودة هو، فعايزة تعرفي في إيه؟ لازم بتشتكي من حاجة. يعني واحد مثلا حاسس بمغص، والمغص ده جاله من غير حاجة فجأة كده، بس كان في واحد بصله وقال له ما شاء الله، ما قالش ما شاء الله حتى، لأنه لو كان قال ما شاء الله ما كانش يبقى فيه حسد. فبيقول له أنت عمرك ما جالك مغص؟ فراح جاي له مغص، واخده بالك؟ الله، فده انت لسه بتقول لي ده عمرك ما جالك مغص، وبتقولها كانه يعني مستخسر فيا ان ربنا شافيني من الحكايه دي، وهكذا. يا كل الاموال دي عندك، فراحت العمليه العربيه عملت حادثه فروحت حطيت فيها كل الاموال اللي عندي، وأهو ده يبقى محسود. يعني في حاجة مع حاجة حصلت، لكن كون أنت دلوقتي في حال سبيلك كده وعايزة تبحثي أنت محسودة ولا لا، ما تخافيش، ما أنتش محسودة. لكن لو حد شاف العقد الجميل اللي عندك ده وقال لك إيه ده، ده عقد جميل قوي، راح مقطوع. فيبقى ساعتها تقولي له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو ايه انت حسدت ولا ايه كده يعني، فهمتي؟ طيب حلو قوي، اتفضلي. انا بسمع عن اللي هما بتوع السحر، هما بيؤذون، ليه ربنا بيساعدهم ان هما يؤذون؟ ما هو ربنا خلق الخير والشر، وهيحاسبنا يوم القيامه على اي اذيه صدرت مننا. ربنا سبحانه وتعالى تركهم بالاختيار، هم اللي عملوا كده يبقوا هم هيتعاقبوا على كده. طيب تفضلي. هو الحسد والعين ممكن يموت؟ لا، ما يموتش، ما يوصلش يعني للحكايه دي. طيب تفضل. هو الجن بياكل وبيشرب زينا؟ بياكل ويشرب زينا. تفضلي. ازاي نحمي نفسنا من الحسد؟ ازاي نحمي نفسنا من الحسد؟ لسه قايلين على فكرة الحكاية دي دلوقتي، مين فيكم يعرف ازاي نحمي نفسنا من حد؟ طب قولي. طيب بسرعة. ان احنا نقرأ الثلاث سور اللي في الاخر، اللي هو سورة الصمد وسورة الفلق وسورة الناس. اسمك ايه؟ مريم. اسمها مريم. مريم. في عرفتي يا مريم الاجابة؟ طيب يا حبيبتي ناخد بقى شوية من ناخد بقى هنا، قولي.
احنا محرم علينا ان احنا نستعين بالجن في الخير او الشر، بس سيدنا سليمان ربنا امر الجن ان هو يسمع كلامه ويصنع له كل ما يشاء من اي حاجه يعني، واللي ما كانش بيسمع كلامه كان بيزوقه من عذاب السعير. احنا محرم علينا ان احنا نستعين بالجن. خلاص خلصت، قفلها الله سبحانه وتعالى علشان بيخاطب بهذا الدين العالمين، ومخاطبة العالمين بتقتضي فصل هذا عن ذاك. هكذا نسير في نور الدين نستهدي به إلى الطريق القويم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.